وسوف يعرض تلفزيون البحرين برنامجا خاصا عن التمرين بعد نشرة الثامنة من مساء يوم غد الثلاثاء. رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس قوة دفاع البحرين، فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور قوة دفاع البحرين التي أسسها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى، وبجهود جلالته في بنائها وتنميتها وتطويرها وتحديثها على أعلى المستويات كافة، حتى وصلت قوة دفاع البحرين إلى مراتب التنمية.